هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم إيقاد النار في بيت الميت؟ لا أعلم شيئا من ذلك. ما زال الصحابة يموتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهاهم أن يوقدوا النار في بيوتهم، بل تركهم يطبخون ويأكلون، ولا ورد أنه ينهاهم عن إيقاد النار في بيوتهم. إنما قال العلماء أن الجنازة ما تتبع بنار أو يوضع في القبر شيء مسته النار، هذا من قول الفقهاء فيما أعلم.